بإجماع آراء أعضائها بإحالة أوراق كل من لفضيلة مفتي جمهورية مصر العربية. اهلا بحضراتكم من جديد. ما زلنا نتابع تداعيات الحكم الصادر في مذبحه بورسعيد. السؤال كان موجه من دكتور احمد قبل الفاصل لكابتن اسامه حوالين الالتراس، مين بيقود مين؟ النادي بيقود الالتراس ولا الالتراس هو اللي بيقود النادي؟ وفين دور الدوله في هذا الامر؟ كابتن اسامه. لا، هو في شك السؤال قد ايه رائع الحقيقه. ليه؟ لان ظاهره الالتراس دخلت مصر سنه 2007، لكن كانت ظاهره رائعه. ليه؟ لان مجموعه من الشباب عندهم قدره على التنظيم نتيجه لايمانهم وولائهم لفكره ما. هنا بنرجع لاصل الانسان وانتمائه، فبالتالي هم كمجموعه بيبتدوا يفكروا مع بعض وينظموا مع بعض في حب نادي ما، وبالتالي اطلق عليهم لقب كلمه الالتراس. لكن مع الوقت للأسف الشديد ومع تداعي الأحداث تحولت هذه الظاهرة الجميلة الرائعة ان احنا ازاي نستخدم او ازاي نفكر مع شبابنا وقدرتهم على التنظيم وقدرتهم على التفكير وقدرتهم على وضوح الرؤية والطاقة والحماس والطاقة الكبيرة دي. لان يا استاذ شيرين انت تتحدثين عن شباب ما بين 15 16 سنة ل 25 سنة، وطبيعة الإنسان قوته البدنية تقوى حتى عمر 25-26 عاما، وبعد كده بيبتدي الهرم بالنسبة للإنسان احنا بنشعرش بيه مع مرور الوقت إلى أن يحدث الشيخوخة عند الرجل يعني. فبالتالي استخدام هذه الطاقات الرائعة في هذه المرحلة السنية كانت في غاية الإيجابية، ولكن مع الوقت أصبح الوضع يختلف كثيرا. ليه بقى؟ لأن تداعي الأحداث والبطء في اتخاذ القرار وعدم الشعور بالمساواة، لما نيجي بقى نتكلم على مستوى الأندية والقرارات اللي بتطلع من أصحاب القرار وتأثيرها على الجماهير، ونرجع لأصل المشكلة تماما منذ البداية، اتحاد الكرة في موضوع الشماريخ وموضوع عقوبة الأندية وعقوبة الجماهير بعدم الذهاب إلى الأندية علشان بيلقوا شماريخ عدم حضور المباريات. عدم حضور المباريات. هنا وصلنا لمرحلة صدام خطيرة جدا بين الجماهير المحبة اللي هم شباب الألتراس وبين المسؤولين. المسؤولين هنا سواء كان بقى من يريد أن يحافظ على الأمن وهم الداخلية أو المسؤولين عن اتخاذ القرار اللي هم اتحاد الكرة، فأصبحت هناك مواجهة رهيبة جدا بين جماهير شابة عايزة تدخل الأندية وبين وزارة الداخلية اللي عايزة تطبق الأمن وعايزة تنفذ قرارات اتحاد اللعبة بعدم دخول الجماهير، وأصبح الصدام في غاية الخطورة. طب فين النادي هنا؟ هنا بقى دور النادي. دور النادي هنا للأسف الشديد بدأ يتلاشى كثيرا. ليه؟ لأن الكثرة العددية لهؤلاء الشباب وقدرتهم على التنظيم أصبحت تفوق قدرة النادي على تنظيم أموره، لأن النادي كناحية تنظيمية أو كوضع مؤسسي داخل المجتمع ليه قدرات محدودة، ما يقدرش يتعامل مع الجماهير اللي هي بالآلاف حينما يقررون شيئا ما بأسلوب جماعي. فبالتالي دور الأندية سواء كان رئيس مجلس إدارة أو أعضاء مجلس إدارة أو إلى آخره أصبح دوره محدود جدا، لأنه أمام طوفان خطير جدا من فكر شبابي عنده قدرة كبيرة جدا على التنظيم. فهنا أصبح الألتراس أقوى من الأندية، وأصبح الألتراس أقوى من في هذه المنظومة الرياضية، أقوى من صاحب القرار جوه البلد. ومع طبعا يعني عدم وجود حكومة أو إدارة في البلد قادرة تتعامل مع الغضب ده وقادرة تنظمه وتحتويه مع الموقف بالظبط، فالأمور بتتصاعد. المدهش بقى شوف احنا وصلنا لمرحلة مرحلتين دلوقتي، مرحلة شباب عنده قدرة على التنظيم وثم مرحلة عدم استخدام هذه القدرات التنظيمية بطريقة إيجابية، وللأسف تحولت هذه القدرات إلى قدرات وطاقة لإثبات الذات والعناد، لأن احنا وصلنا لمرحلة عناد نتيجة للبطء في اتخاذ القرار المفروض يجي من المسؤولين. نيجي بقى لدور الدولة. لما يجي النهاردة وزير الرياضة الحالي وهو كان المسؤول عن ملف الألتراس في
في قضية مجزرة بورسعيد، وكان دائما يتحدث بأسلوب واحد، أنه لابد من القصاص، لابد من القصاص، لأنه يتبنى موقف جماهير الألتراس وعايز القضية تخلص، لأنه هو صاحب الملف أو هو المسؤول عن الملف بالنسبة للنادي الأهلي. لما بقى وزير للأسف الشديد تغيرت النبرة تماما، فبالتالي أصبح شباب الألتراس النهاردة في حيرة. النهاردة المسؤول عن هذا الملف اللي كان امبارح بيتكلم وواقف معاهم بيقول أنا معاكم في القصاص، النهاردة بيطلب منهم إن هم يعني يتساهلوا أو على الأقل يخلوا الأمور تمشي بطريقة ما علشان العجلة تمشي، لأنه أصبح مسؤول في الدولة. فبالتالي فقد المصداقية. هنا دور الدولة وفقدان المصداقية، لأنه غير جلده، امبارح كان شيء والنهاردة بيقول شيء تاني. فشباب الألتراس شباب ذكي، يعني هو بس غير جلده، معلش احنا شايفين بس على الصورة وصور ألتراس أهلاوي لميدان التحرير لاحتفال بالحكم الصادر منذ قليل. الكلام اللي قاله كابتن أسامة كلام مهم جدا دكتور أحمد، وحضرتك سألت أو تحدثت في من ضمن كلامك اتكلمت على طريقة العلاج. احنا نتكلم على شباب صغير متحمس وعنده طاقة، بنتكلم على كمان نحدد أكتر ونقول إن هم أهالي بورسعيد عندهم صفات خاصة بأهالي هذه المنطقة. عايزين نتكلم على العلاج، وحضرتك أستاذ علم اجتماع، العلاج مش الأمني، العلاج المجتمعي فليكن، علشان نشوف في مصر بتتشرذم أكتر. بشكل مختصر، وأنا أولا أثني على ما قاله كابتن أسامة في تحليله لعلاقة الألتراس بالأندية وبالدولة، بس يا كابتن أسامة دي خطورة اللي انت قلته. بمعنى ايه؟ الى من ينتمي الانسان المصري؟ ما هو الولاء للانسان المصري؟ هل احنا نرضى ولاءنا للدولة؟ ولاءنا لهذا الكيان الجغرافي العظيم اللي قال عليه جمال حمدان عبقرية الزمان والمكان؟ ولاءنا لهذه البلد الطيبة اللي ادتنا؟ ام ولاءنا لجماعة أو ولأنا لحزب أم ولأنا لنادي؟ فإذا تحول الولاء يا أستاذة شيرين من ولاء للدولة للقيمة للمعنى إلى ولاء لحزب أو لنادي أو لجماعة أو لفصيل أو لمجموعة، كان الخراب. تكلمينا عن العلاج، العلاج الفرق بين الولاء والانتماء. احنا النهاردة عندنا ولاء بس ما عندناش انتماء، لأن الانتماء لمصر والولاء للفرد، الولاء الانتماء للأرض والولاء للفرد. احنا النهاردة اصبحنا عندنا ولاءات متعددة، مش لواءات متعددة، عندنا ولاءات متعددة، عندنا لواءات متعددة ولواءات متعددة. وهؤلاء اللواءات الحقيقة انا شايفهم مظلومين. يعني النهاردة لما يبقى ضباط قاعدين امبارح في المبنى الاداري للسكة الحديد بيأدوا عملهم وبيديروا المنظومة الأمنية سكة الحديد، يخش عليهم بلطجية يحرقوا لهم المبنى. طب السؤال لمصلحة مين؟ السؤال تاني لحضرتك وليكي والمصر كلها، ولاء دول لمين؟ السؤال الأخطر من كده، النهاردة شعب بورسعيد وهو شعب والإسماعيلية والسويس وهي شعوب عندها ولاء شديد، ولاء شديد لأرضها، ولاء شديد لتاريخها. بس السؤال، هل انتمائها لمصر ولا انتمائها للبقعة الجغرافية؟ طب احنا هنسأل الأستاذ البدري فرغاري عضو مجلس الشعب السابق عن بورسعيد، يقول لنا الولاء لمين؟ لبورسعيد ولا لمصر؟ والتصعيد ده هيوصل لفين بينا؟ هو أنا سمعت الكلام، هو كلام راجل محترم بيقول الولاء للوطن يعني، لكن هو الولاء الان زي ما قاله بالظبط كده، قالك الولاء للجماعه ولا لمين يعني؟ احنا ما زلنا وسوف نزال ان ولاءنا الوحيد هو للوطن. يا رب. احنا جزء اصيل من هذا الوطن. يا رب. واحنا نعتز بوطنيتنا. واحنا القاهره هي عاصمتنا. لكن انا برضه أن يتوقف فين الدماء المنهمر الآن في شوارع بورسعيد؟ إحنا ليس لدينا مسؤولين، لو كان لدينا مسؤولين كانت الأحوال لا تقف عند هذا الحد.
اذا كان بعض المكاسب السياسيه هيحققها البعض فان الخسائر من الوطن هتكون كبيره جدا. صحيح. احنا بنناشد ان القوات المسلحه تسرع بنزولها شوارع بورسعيد. احنا بنطلب سحب قوات الامن من داخل المدينه. احنا اطلقت علينا طبقات الرصاص. احنا سقط مننا عدد كبير من الشهداء ومن الجرحى. طيب يا فندم، مش خايف ان تكون في مواجهه بين البورسعيديه وبين الجيش؟ يعني الامر بدل ما كان البورسعيديه والداخليه يتطور ويبقى بينها وبين الجيش، يعني في رايك ان الجيش هيحسمها بشكل افضل؟ يعني من اطلق علينا الرصاص الان هي الداخليه، واحنا لا نطلب اي محاكمات ولا نطلب تحقيقات، البلد مليانه تحقيقات، لكن احنا بنرجو سرعه التصرف. شباب المدينة مصدوم، هناك صدمة عنيفة على المدينة. احنا نشد قبل كده قلنا على شيخ الازهر ان يتدخل وعلى رجال الدين ان يبعثوا برسائل اطمئنان للمدينة. وهل هيخبروا هذا؟ المدينة ملتهبة الان، المدينة ملتهبة الان. هل في اي مبادرات من حضرتك ومن الشخصيات المحبوبة من الشارع البورسعيدي علشان تهدئة الموقف واحتوائه؟ نحن نوجه الآن رسائل متتالية وبيانات. احنا بنقول لشباب بورسعيد نحن سنلتزم بالعقل والتعقل وسننظر إلى الوطن الجديد. ده وطننا احنا، وإنما حدث اليوم ليس نهاية تعاهد. نعم. إجراءات وفيه محكمة نهض والحكم لم النهائي لم يصدر بعد. يا أستاذ فرغلي، أستاذ فرغلي، أين أين نواب الجماعة في الشورى والشعب اللي ملؤوا الدنيا ضجيج في هذه الأزمة؟ مع حضرتك دكتور أحمد يحيى. أيوة. أستاذ علم الاجتماع. أيوة، أنت عارف الرأي إن الجماعة ربنا يحاسبها، إحنا مش هنحاسبها. أيوة. إحنا عاوزين المصريين، الشعب المصري يقف الآن معنا. نحن في حاجة ماسة الى اعلان تضامن معنا. احنا مدينه بنعاقب عقاب جماعي، احنا مدينه بيصلبونا الان، نحن مدينه بتحاصر الان. انا بقول لكم بصراحه على الجميع ان يعلم ان بورسعيد لن تتقسم، بورسعيد لن تكون مدينه صغيره، بورسعيد لن ترقع او تسجد تحت اقدامكم. أنا بقول للناس اللي بتقيم الأفراح الآن، لن تقيموا أفراحكم على جماعة بورسعيد. أنا بقول لكم بأن شدكم التعقل هو إعمال العقل، هو جريمة. هل إعمال العقل هو جريمة؟ هل الوطن أصبح جريمة؟ طيب هل في مجال للكلام مع الشباب اللي بيقوموا باطلاق النار على اقسام الشرطه او اللي بيحاولوا ان هم يوصلوا للمكان المحجوز فيه المتهمين؟ احنا سامعين يعني في ضرب بالجرينوف، يعني احنا دخلنا في سلاح ميليشيات. في حد ممكن يكلم الشباب دي انها تتعقل وتهدأ علشان المواجهات الداميه دي ما تستمرش؟ نحن لسنا مسلحين، نحن لا نملك السلاح. السلاح في ايدين الشرطة، وان الرصاص الذي يخترق اجسادنا هو خاتي من الشرطة. لا لا لا. وبالتالي احنا بنقف في من سقطوا قتلى وجرحى من الشرطة ايضا برصاص حي، يعني الطرفين مسلحين. انا موجود، انا مش موجود في القاهرة، انا موجود في بورسعيد. بقول لك احنا سقط مننا عدد كبير من الجرحى ومن الشهداء برصاص من؟ انا الذي اطلق الرصاص. اذا كان الشرطه سقط منها الضابط او امين شرطه، نحن ناسف لذلك. دول ابناء مصر. طبعا. هو اللي قدام اعداء، دول ابناء مصر، دول اخواتنا، كلهم ابناء مصر في النهايه. وللاسف ان بنشوف يعني فريقين، واحنا اعتمدنا السيد البدري فرغلي على الحكماء من امثال حضرتك من لهم مصداقيه وحب كبير في الشارع ان هم يحاولوا يوقفوا هذا السيل من دماء المصريين. مصري بيقتل مصري في الاخر، هو ده يعني. هي دي المأساة. أيوة. قمة المأساة للأسف. الإعلام يتوقف، الإعلام بيصب الآن علينا العداء. لا لا مش صحيح. الإعلام ازاي؟ طيب ممكن تشرح لي ازاي استاذ بدري؟ يعني عايز افهم من حضرتك.
بعض الاعلاميين بيتحدثوا عنا كمدينه مجرمه، بيتحدثوا عن شبابنا كشباب مجرم. ده خطا. لا ده اذا كان حصل من البعض فده بالتاكيد مش صحيح، ان اذا كان في مجموعه تم ادانتها ففي الاخر ادله وقضاء واحنا لا نملك ان احنا نعلق عليه. انا بشكر حضرتك الاستاذ البدري فرغلي عضو مجلس الشعب السابق عن بورسعيد، يعني الصوره صعبه جدا. وفي بيان خرج عن النادي الاهلي دلوقتي احنا هنزله حضراتكم على الشاشه، بيؤكد بيان للنادي الاهلي ثقته في القضاء العادل للحصول على حقوق الشهداء. النادي الاهلي بيجتمع الان بالطاقم القانوني للنادي برئاسة المستشار رجاي عطية لدراسة المرحلة المقبلة من القضية. زي ما قلنا الحكم النهائي على كافة المتهمين هيكون 9 مارس إن شاء الله. الأهلي يقرر تخصيص يوم 1 فبراير لتكريم أسماء شهداء مجزرة بورسعيد وأسرهم. ليه تعليق والله بعد إذن بعد إذن ليه تعليق صغير فضل. يعني معلش الأستاذ بدري فرغلي أنا بكن ليه الاحترام وهو ثوري طبعا يا أستاذ بدري، يا حكماء بورسعيد، يا أعضاء مجلس الشعب والشورى، ياللي دوشتونا شعبية، ياللي دوشتونا حرية، ياللي دوشتونا عدالة غير اجتماعية، ياللي دوشتونا بمكانتكم، انتوا فين؟ انتوا سايبين الشعب يتصدم ليه؟ هو موجود وزي ما سيادة في بورسعيد. لا 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 يعني بص احنا مش هنلعبها سياسة، الموقف ده مش هنلعبه سياسة، مش هستغله لصالح دول أو لصالح دول. طبعا فين المساجد؟ فين الجوامع؟ فين الخطباء اللي بيدعوا للسيد الرئيس صباحا مساء؟ فين الناس اللي هي؟ يا دكتور احنا مش عايزين لا المساجد ولا الكنائس الحقيقه تدخل الموضوع ده. ماشي يا فندم، عشان ندخل المساجد بنتكلم على تخفيف الاحتقان. طب يعني البورسعيدي انا ليا كلمه اخيره وناشد الاخوه في المجلس الاهلي الان المجتمعين، ارجوكم بلاش فكره الاحتفال لانه لا شماته في الموت. طبعا على الطرفين، واحنا بنقدر يمكن يكونوا قلبهم ارتاح ان على الاقل بس شعروا ما نحتفلش وما نطلعش التحرير وما نعملش زيطه عشان ما نزيدش الاحتقان بالظبط ونزيد الحساسيه. كلمه اخيره للكابتن اسامه يعني. البورسعيدي المصري توجهها لاهالي بورسعيد، قطعه غاليه من مصر. هو ما فيش شك احنا في مرحله في غايه الخطوره، في احتقان وفي تسييس للموضوع للأسف الشديد، لكن لازم نقتنع أن القاضي حينما يصدر حكمه فهو يصدره عن يقين، لأن الأحكام دي بتبقى خاضعة لضمير ووجدان القاضي. فمن الناحية القضائية القانونية لابد أن احنا نحترم أحكام القضاء. والعنف الموجه للداخلية والشرطة واللي احنا شايفينه في الآخر بيكون نتيجته سقوط ضحايا من الجانبين، ما فيش شك. لما نيجي نتكلم عن الشق الثاني اللي هو الشق الاجتماعي، الشق للأسف الشديد اللي موقعنا كلنا في حيرة أن تأثير القرارات دي أو الأحكام دي على أي من الطرفين وأي منهم هيتقبله وأي منه هيرفضه، هنا دور مهم جدا بالنسبة للمسؤولين. لأن حينما حدثت مجزرة بورسعيد شعب بورسعيد كان طالع حزين، يعني لما نرجع كده بالذاكرة بالظبط، لأن لما نرجع كده بالذاكرة نتذكر أن حتى أي مواطن من بورسعيد لما كان يتكلم عن ما حدث في استاد بورسعيد كان يتحدث بحسرة، كان يتحدث بحزن بحزن شديد جدا. فبالتالي هنا فقدان شباب في عمر الظهور وما لهمش أي ذنب غير إن هم راحوا مباراة، وبالتالي حدث ما حدث. النهاردة تدور الدائرة مرة أخرى، فبالتالي مسألة إن أنا أحتفل لصدور أحكام على متهمين والقضية لم تنتهي بعد، برضو أنا يعني أضم صوتي لصوت الدكتور حقيقة إن لابد فعلا إن إحنا نتوخى الحذر ونتعامل مع الموقف بما يخدم مصلحة البلد حتى لا يحدث الانقسام وحتى لا تحدث الفتنة اللي هي ممكن تأثر على مواطن على حساب مواطن آخر. أكيد. لأن كلنا أبناء هذا الوطن. فبالتالي أنا كلمتي للحكومة رقم واحد إن عليها دور وعبء كبير جدا فيما وصلت إليه القضية حتى الآن. مسألة إن الموضوع بيموت نفسه للأسف الشديد أثبت فشله الذريع، لأن الكل في حيرة حتى اليوم، وبالتالي عليهم أن يحلوا هذا اللغز
وأيضا يتعاونوا مع كل أبناء مصر بطريقة فيها نوع من المساواة. أتمنى والعدالة. أن رسالة حضرتك توصل. أنا بشكر حضرتك في النهاية كابتن أسامة خليل نجم مصر والإسماعيلي والمصري السابق وبورسعيد الهوية مصري الهوية أيضا طبعاً. بشكر حضرتك دكتور أحمد يحيى أستاذ علم الاجتماع على حضورك. مشاهدين المتابعات مستمرة، الأخبار تتوالى، انتظرونا بعد الفاصل نفتح متابعة أخرى ونحاور ضيوف جدد. قرارات المحكمة وبإجماع آراء أعضائها بإحالة أوراق كل من لفضيلة مفتي جمهورية مصر العربية.